عقدت الجمعية المصرية للأمراض الصدرية مؤتمرا صحفيا للكشف عن أحدث تطورات علاج كورونا وجديد البروتوكولات العلاجية واللقاحات برئاسة مستشار رئيس لشؤون الصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين وبحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. وتطرق المؤتمر إلى كل ما يتعلق بالأمراض الصدرية والتنفسية وطرق حماية الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الحساسية من فترة التقلبات الجوية. الحقيقة عنوان المؤتمر السنة دي هو التعامل في مع الجهاز التنفسي ما بعد أزمة وباء كورونا، لأن الحقيقة وباء كورونا بقى خلاص فيروس عادي موجود في المجتمعات، كل المجتمعات، وبنتعامل معاه كأنه نوع من أنواع الفيروسات التنفسية، لكن حصل تداعيات أو بعض المشاكل نتيجة لحالات التي أصيبت بكورونا خلال 4 سنين اللي فاتوا. فالنهاردة احنا بندرس كيفية التعامل مع هذه الحالات، تشخيصها ثم علاجها، حتى نضمن الوصول بالمرضى إلى أفضل نتيجة مع العلاج. أيضا المؤتمر ده بيدشر النهاردة لأول مرة الاستراتيجيات الجديدة أو بروتوكولات العلاج للتعامل مع التهابات الجهاز التنفسي. طبعا كلنا عارفين بعد أزمة كورونا ووجود التهابات الجهاز التنفسي اتحط استراتيجيات لعلاج هذه الالتهابات وكانت ناجحة جدا. وعلى فكرة احنا أول استراتيجية عملناها سنة 1999، ثم استراتيجية سنة 2013، ثم الأخيرة 2023، عشان نحط للسادة الزملاء في كل مصر يعني ايه الاستراتيجية لنعالج هذه الالتهابات. وبرضه بندرس علاج الأمراض الجهاز التنفسي الأخرى زي حساسية الصدر اللي هي الربو الشعبي أو انسداد الشعبي الهوائي المزمن أو أبرام الصدر